شكل علبة ايفون 11، ايفون 11 الاصدار الجديد. طبعا الاصدار الجديد، ايه الفرق بين الاصدار الجديد والاصدار القديم؟ الاصدار الجديد بيبقى العلبة مفيهاش غير الموبايل بس، تمام، وسلك الشاحن مبقاش موجود فيها اي حاجة تانية غير الموبايل وسلك الشحن، تمام. اما الاصدار القديم فكان بيبقى موجود فيه الشاحن والسماعة، تمام. دي شكل العلبة، ديت ورناها لكم. شكرا لكم. ده الشاحن بيتباع منفصل لوحده.